بالنظام الاساسي بتاعه، ولابد الاتحاد الدولي ان يكون متفقا مع النصاب الاولمبي فيها. كل ديت هي عمليه استقلاليه الرياضه في العالم كله. الحقيقه اللجنه الثلاثيه لما جت التكليفات اللي احنا بنتكلم عليها عملت قرارات، القرارات ديت سبتمبر 2008 وقال اللجنه الاولمبيه بعثت له وقال هننفذ هذا الكلام. عدى النهارده من 2008 النهارده 2014 لن ننفذ هذا الكلام. اتمنى ان هم ياخدوها بجد ويبقوا الدوله هنا بتنفذ ما طلبنا منه من سنين طويله. يعني احنا طلبنا القانون الرياضي ده من 20 سنة. اللي كان صوت مسموع في هذا الكلام هو النادي الاهلي، ده فخر لنا. هنمشي على الكلام دوت. السلبية اللي عندي انا يمكن احدى الحاجات اللي هي في رأيي الشخصي ان هي سلبية كبيرة مش صغيرة، ان انت النهارده تعمل انتخابات الانديه على لائحه على هذا العوار الموجود، مع العلم ان احنا كنا ممكن نعمل كلام دوت انتخاباتنا على اساس ان احنا نريد القدره لغايه ما خلصوا القانون اللي هم بيقولوا ان هم خلصوه، واتمنى أو يعني قطع شوط كبير فيه واعتمد وبعد كده يتم تنفيذه ونشوف هنوصل لإيه في الرياضة المصرية. وأتمنى ينفذوا باقي الحاجات اللي هي موجودة، وأتمنى إن هم ينفذوا النظام الأساسي للأندية وبالتالي الاتحادات وبالتالي القانون آخر هذا الكلام. هذه موضوع